وعلى بركة الله مشاهدينا متابعينا الكرام، ينطلق الشوط الثاني في هذا المساء للخيل العربية لاصلا تجمح لمبتدئة ولمسافة 1200 متر على المطمار الرملي هنا في نادي السباق والفروسية. نتابع وإياكم 13 راس في هذا الشوط، كل التوفيق للجميع. محاولة الآن لاندفاع للربيعة لسادام جان والمدرب البندميول والخيال جيتون فايكن والشعار العنابي والدوائر البيضاء في ثاني المراكز. متابعة من الجهة الخارجية مع فهود الشجاعة للسيد محمد حسن المطوي والخيال يون بابتيس همل. ثالث المراكز متابعة أيضا هنا لعدي الوجبة للسيد مبارك الخيارين والخيال هاري بنتلي. هنا التوجه نحو الانعطاف الأخير في الشوط الثاني لهذا المساء على المطمار الرملي هنا في نادي السباق والفروسية. نتابع وإياكم، لازلنا مع الربيعة في الصدارة ومحاولة في آخر 400 متر عدي الوجبة والمتابعة تأتي من هاري بنتلي. هنا اندفاع لهاري بنتلي والمحاولة مع عدي الوجبة وفي نفس الوقت محاولة من مرجان، لكن الربيعة في المقدمة مع جيتون فايكن. جيتون فايكن يوسع الفارق، محاولة قوية من عدي الوجبة ولكن الربيعة في المركز الأول. أيضا محاولة الآن من زهوة، زهوة ومتابعة قوية وأيضا من مرجان ولكن الربيعة، الربيعة في المركز الأول. المبروك إذن للربيعة والسادة أمقرن والمدرب البندميول والخيال جيتون فايكن، المركز الأول والصدارة في الشوط الثاني لهذا المساء. تابعنا وإياكم مجريات ثاني أشواط هذا المساء على المضمار الرملي. إذن ألف مبروك، تهنينا للسادة أم قرن المركز الأول في الشوط الثاني مع الربيعة، وأيضا ألف مبروك للمدرب البندميول والخيال جيتون فايكن. ثاني المراكز لرقم ثمانية في هذا الشوط مع مرجان السيد شعيل بن خليفة بن جاسم الكواري والمدرب محمد جاسم الغزال والخيال جيبي جيامبر. المركز الثالث لرقم 11 عدي الوجبة ملك وتدريب السيد مبارك محمد الخيارين والخيال هاري بنتلي. المركز الرابع لرقم 10 في هذا الشوط تويتر ملك المهندس ضافي راشد الأرضي المري والمدرب محمد حسين الخيال ألبرتو سنة، بينما المركز الخامس هنا لرقم 6 مع فازان ملك سمو الشيخ محمد بن خليفة بن حمد آل ثاني والمدرب جوليان سمارت والخيال ماركو مونتريزيو. إذن ألف مبروك تهانينا للفائزين في الشوط الثاني بانتظار 6 أشواط أخرى بإذن الله والشوط الختامي على كأس مرمي. فكل التوفيق للجميع.